اول حاجه يا صاحبي هتفتح معاك صفحه زي كده، لازم طبعا تكون عامل التليفون بالعرض عشان مش هتفتح عندك، والصوره بتاخدها لمده 5 ايام زي ما احنا اتفقنا دلوقتي اول يوم، وكل يوم 24 ساعه بنخش نجمع الرصيد اللي احنا هنسحبه لمده 5 ايام برضه عشان نركز معانا. موضوع اسهل منه مفيش. طبعا العملات بتنزل لك فوق كل 24 ساعه، وده هتشوفه في فيديو بكره مع اثبات السحب، وهنا طبعا بنبدل وبنسحب كل حاجه. موضوع الثالث وسهل جدا، طبعا كل الروابط هتلاقيها مثبته اسفل الفيديو في الديسكريبشن وموجوده في اول تعليق، لو عندك اي صعوبه في الضغط عليها بتلاقيها موجوده عندك في تليجرام. لازم تدي لتليفونك صلاحيه ان هو يقلب بالعرض، اكيد انت طبعا عارف الصفحه ديت او عارف الحركه ديت. هما 3 خطوات سلسين جدا، بنستلم الصوره وبعد كده بنخش نعدل وبنخش ناكد في ديسكورد. لو ما عندكش ديسكورد ومش عارف تاكد هخليك تعدي الخطوه ديت. بص يا صاحبي، هنا بيقول لحضرتك هتاخد صوره ان اف تي والصوره لمده 5 ايام لأول 10,000 مستخدم. بتيجي هنا على العب او بلاي ناو، لازم طبعا يكون عندك محفظة واكس مفتوحة عندك في التليفون. لو ما عندكش محفظة مفتوحة في الواكس او ما عندكش واكس اصلا في الدنيا دي كلها، هسيبك طبعا رابط يشرح لك ازاي تعمل محفظة واكس في اقل من 3 دقايق. محفظة واكس عشان تعملها دلوقتي يا جماعة لازم يكون عندك 5 واكس، لازم تدفع 5 واكس. المهم انت هتشوف الفيديو هتعرف ازاي تعمل المحفظة. بتخش بأي جميل، بتكتب واكس في جوجل بيفتح لك، بتكتب تخش بأي جميل، وبعد كده حضرتك هنا لو انت جديد بيقول لك اعمل ايداع ب5 واكس. طيب لو مش عارف تعمل القصة ديت، بتاخد هنا الميمو وبتروح على قناة الاير دروب عندنا، تشوف انت هتدفع عملة ايه وانا بفتح لك المحفظة. عايز تفتح محفظة جديدة خش هنا وشوف اهو الرابط للبيع والشراء، هتلاقي طبعا عندك هنا خمسيومان بفتح لك المحفظة. فالناس الجديدة اللي ما عندهاش محفظة هتبدأ النهاردة يا زميلي. ما تنساش بقى يا صاحبي تعمل لايك ونبدأ في الشغل. بتيجي هنا تقول له ادخل بمحفظة لايك واكس. كنت اقول لك اعمل لايك بس ادخل بمحفظة واكس. بتيجي هنا صاحبي بتقول له اكيد، وهنا بيقول لك اعمل تأكيد مرة كمان، فبتدوس عليها بيحولك برضو على محفظة واكس. هي بالتأكيد بتكون مفتوحة عندك، فهي بتبعت لك تلقائي التأكيد. انت بمجرد ما بتفتحها على المتصفح بتسيبها، هي بتبعت لنفسها زي ما انت شايف اهو. بيقول لك هتاخد صورة ان اف تي، قول له موافق، وبعد كده بيقول لك اقلب التليفون يا زميلي. فدلوقتي جه دور ان احنا نقلب التليفون بالعرض. بمجرد ما بنعمل التليفون بالعرض بتلاقي طبعا صفحة التعدين او الجرانخة او اي حاجة سماها بنفسك فتحت عندنا. اول حاجة هتلاقي هنا فري، هتظهر لاول 10,000 واحد يا جماعة، هتدوس عليها هتلاقيها نزلت في محفظتك. لو انت دخلت بعد اسبوع مش هتلاقي الصورة ديت موجودة، دي حاجة اكيد اكون فري، هتجي دلوقتي هجمة مرتدة. كده اخدنا صورة زي الفل يا عم احمد، احلى لايك بقى دلوقتي ينزل يا جدعان عشان عايزين ندعم قناة بوني فري لو انت بتستفاد من عندنا. بعد كده بتيجي هنا على البيت تدخلها تعدن، بتدوس هنا تدخلها تعدن ازاي، بتقول له دخل انيمال، وهنا بيطلع لك طبعا الوزة اللي انت اخدتها لازم تدخلها تعدين. هتقول له هنا دخلها تعدين، هيحولك برضو على محفظة واكس. لازم تبقى تكمل الفيديو عشان ممكن تستلم الصورة وما تعدنش اصلا، فهمت؟ فهنا بيقول لك هتعدن بصورة ان اف تي، قول له ماشي يا زميلي. طبعا بالشكل ده بمجان لحد دلوقتي، مش هندفع ولا مليم، كله بشكل مجاني لمدة 5 ايام. بعد كده مش عاجبك الموضوع خد الريح بتاعك وطير يا زميلي. صح يا صاحبي، صح يا صاحبي، عملنا احلى لايك، عملنا احلى لايك، الصورة عندك بتعدن ومتشكرين يا زميلي على اللايك بتاعك. طيب تقدر تعمل اكتر من حساب؟ طبعا تقدر تعمل اكتر من حساب، لو انت عندك محفظة واكس خد اكتر من صورة. وانا عارف طبعا اعضاء كوين فري هيخشوا دلوقتي كل واحد ياخد له 5 6 صور، بالتاكيد دي حاجه عارفينها. هنا طبعا كل حاجه بتبين، يعني عندك هنا بيقول لك مثلا الصوره ديت بتادي لك قد ايه، بتاخد طبعا 25 من عمله الاوتي اللي هو البيض، وبتاخد 1.5 ميه زي لعبه المريخ بالظبط. ولكن احلى حاجه في هنا ان احنا بناخد الصوره بندخلها تعدن 24 ساعه، نخش ناخد الربح مجاني ولا بنعمل اي حاجه، والربح طبعا بينزل لنا هنا، بنخش نعمل له وزدروم. الكلام ده طبعا هتشوفه في فيديو بكره لان لازم استنى 24 ساعه. انا نزلت لك الفيديو دلوقتي عشان الصور مش هتستنى يا زميلي، هم 10,000 صوره واكيد طبعا المحتوى هيتشهر وحاجه زي كده بتخش عليها الناس بتهجمها، فعشان كده قلت لك تسجل معايا وبكره نعمل اثبات سحب مع بعض يا زميلي. طبعا كل حاجه هتلاقيها موجوده في خريطه الطريق، تقدر انك انت تراجعها وتقدر انك انت تشوف خريطه الطريق عامله ازاي وكل الدنيا عامله ازاي. صاحبي هنا بيقول لك هتستلم ايه وتبيع ايه، وانا جاي شرحت لك كله بالبلدي. اخر خطوه لو انت ما عندكش ديسكورد، من الافضل ان انت تدخلها عشان بيبعتوا واكس لو انت عندك اكتف. وغير كده لازم حضرتك تعمل بيرفيكار وايت عشان الصوره اللي انت هتاخدها ان اف تي تقدر انك انت تاخدها في المرحله الثانيه. ازاي يا عم احمد؟ يعني هنا
هنا مثلا بيقول لك لو انت عايز تبدل بتبدل من الرابط الخاص بتاعهم اللي هو طبعا هنعمله بكره. الصوره اللي احنا بناخدها ان اف تي ديت بيكون ليها مرحله تانية، عشان كده لازم تدخل تعمل بيرفكار في المحفظه، هو تخش بس بتقول له بيرفكار وايت وبتسيب محفظتك والموضوع اسهل منه ما فيش. لو ما عملتش الخطوه ديت هتستلم مره واحده والموضوع سلس جدا، يعني هي مش اجباري. فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ ولكن طبعا احنا بنعملها عشان ناكد بس يا صاحبي. بنخش بقى كل يوم بنجمع الرصيد من عندنا، ده طبعا هتشوفه في فيديو بكره. ولحد كده انا شرحت لك كل حاجه، ما تنساش تعمل لايك ونشوفك في الجديد على كوين.